نكمل مجموعه الخلايا ناخذ اخر امر اللي هو امر التنسيق. من خلال هذا الامر نقدر انه نحدد ارتفاع الصف، عرض العمود يدويا او تلقائيا حسب البيانات التي يحتويها. نقدر نقوم بعملية اخفاء واظهار للصفوف والاعمدة وورقة العمل الموجودة في المصنف في برنامج الاكسل. يعني احنا الامر فورمات مسؤول عن ارتفاع الصف، عرض العمود يدوي او تلقائي حسب البيانات اللي يحتويها. نقدر ايضا بس الفورمات يقوم بعملية اظهار او اخفاء للاعمدة والصفوف والاوراق المحددة. نجي الى اخفاء واظهار، اخفاء واظهار صف او عمود او ورقة عمل. هسه انا احدد بالبداية الخلية اللي موجودة في الصف ونكتب بها نص معين، على سبيل المثال خلي يكون مصطفى. نجي احنا هسه بالصف اللي هو واحد، صف واحد، اريد اقوم بعملية اخفاء لهذا الصف، فاروح الى الامر فورمات التنسيق الموجود في مجموعة الخلايا واختار عملية هيد اخفاء المن للصف، فحيختفي الصف. شوف هذا هنا صار صف رقم واحد اختفى، بقى شنو؟ بقى الصف رقم اثنين وثلاثة وهكذا. زين هسه اريد اسوي، خلينا نسوي تراجع ونسوي عملية اخفاء، عملية اخفاء المن ل عمود كامل اللي هو يا عمود اللي موجود بالخلية اللي كتبنا بها النص مصطفى اللي هي الأي. فمجرد اضغط على الفورمات التنسيق الموجود بمجموعة الخلايا واختار هيد اخفاء، فاقول له اخفي العمود، فحيخفي العمود اللي هو الأي كل خفاء. يعني بدينا من عمود بي وبالتسلسل. احنا نقدر ايضا نظهر العمود او نظهر الصف اللي تم اخفائه. هسه احنا اخفينا هنا عمود واخفينا صف، هسه اخفينا العمود اللي هو الاي. نقدر انه نسوي عملية استرجاع عليه، فاقول له رجع لي العمود اللي تم اخفائه، فحيرجع العمود اللي هو اي اللي تم اخفائه. ايضا من نفس الامر اللي اخفينا به نقدر انه نظهر الامر، نقدر ايضا انه نظهر الامر، نظهر الامر اللي تم اخفائه. يعني هل اخفينا عمود، هل اخفينا صف، هل اخفينا ورقة عمل كاملة. خلينا نسوي وش احنا اضافة ورقة عمل. خلي نخفي ورقة العمل اللي هي اسمها شيت 4، يعني ورقة رقم 4. ايضا باختيار الفورمات ونروح الى اخفاء. هالمرة اقول له لا تخفي لي صف ولا عمود، لا اريد ورقة العمل بالمصنف كاملة تحذف، فاختار الامر هيد شيت، فحيحذف لي اياه، يحذف لي او يخفي لي، هو مو حذف هنا، هو اخفاها، فرق عن الحذف لان احنا اخذنا الحذف. اذا هنا اخفى ورقة العمل، فانتبه هنا من اقول لك شلون تخفي صف، شلون تخفي عمود، شلون تخفي ورقة عمل كاملة، يفرق عن انه تحذف صف او تحذف عمود او تحذف ورقة عمل كاملة بمصنف الاكسل. هسه احنا خفيناها اللي هي ورقة رقم 4، اقدر اسوي استرجاع لها واظهارها باختيار الامر فورمات تنسيق، ونروح الى الهيد اند الان هيد اخفاء والاظهار، وهالمرة اقول له اظهر لي اياها لورقة العمل،
فحيرجع يقول هل انت تريد ترجعها الورقة رقم 4؟ اقول له نعم، فترجع لك ورقة رقم 4. ايضا الامر التنسيق الفورمات مسؤول عن حماية الورقة اللي هو Protect Sheet. شنو هذا الامر Protect Sheet؟ يستطيع من حماية الورقة Protect Sheet التحكم بالعمليات على المصنف، يعني نقدر نتحكم بالتنسيق، بإدراج خلايا، إدراج صفوف أعمدة، يعني بكلمة مرور، يعني أنا ما أقدر أضيف لصف ولا أقدر أضيف عمود ولا أقدر أسوي تنسيق معين ولا أقدر أضيف ورقة عمل كاملة إلا إذا وضعت الباسورد اللي استخدمته لعملية حماية الورقة. مجرد أنه أنا أضغط على البروتكت شيت هتظهر لي مربع حوار Protect Sheet حماية الورقة، هذا يقول لي هنا اكتب الباسورد، الباسورد اللي تريده انت على مود شو تسوي، تقوم بعملية التحكم بورقة العمل من حذف، من اضافة، من تنسيق. فاني هختار مثلا باسورد معين، خلي يكون الباسورد باسمي، هسميه باسم رانيا، واقول له اني ناني اقفل لي اي اضافه للكولوم، يعني اي اضافه للعمود ما اريد الا ان استخدم الباسورد هذه، فاقول له اوكي، ارجع ااكد واكتب الباسورد مره اخرى، اقول له اوكي، فهنا انقفل. بعد ما اقدر اضيف اي عمود، اي عمود ما اقدر اضيف، يعني هسه ما اقدر اضيف اي عمود الا اذا استخدمت الباسورد، الا اذا استخدمت شنو الباسورد. فهنا الباسورد اني مفعل عندي لان اني ضفته، فاقدر انه هنا يقدر يضيف لان اني مفعل، بس اذا اخذنا هذا الملف واعطيناه لشخص اخر ما يقدر يضيف ولا لا يضيف صف ولا يضيف عمود ولا يضيف ورقة عمل كاملة ولا يتحكم بالتنسيق الخلايا الا اذا كان عندي الباسورد. فهسه اني هرجع افك الباسورد واقول له الباسورد اللي استخدمته، فحترجع فعال برنامج الاكسل، واقدر اضيف واحذف صفوف أعمدة، أسوي تنسيق، لأن هنا أنا لغيت الباسورد. فإذا ما هي فائدة الأمر، يعني إحنا نقدر نكون سؤال، ما هي فائدة، أريد جابوا لي إياه بالتعليقات، ما هي فائدة الأمر الفورمات الموجود بمجموعة الخلايا السيل؟ هو يقوم، تقول لي يقوم بعملية التحكم بارتفاع الصف وعرض العمود وإظهار وإخفاء صفوف وأعمدة وورقة عمل كاملة في المصنف، ويقدر يسوي رينيم أيضا شيت، إعادة تسمية للورقة العمل، يعني بدل ما أسميها ورقة رقم 4 أقدر أسميها مثلا باسم معين للورقة، مثل درجات الطلبة، أيضا البروتكت شيت. زين، ما هي فائدة البروتكت شيت؟ ما هي فائدة البروتكت شيت؟ شنو هي الفائدة من هذا الأمر؟ هسه شرحناه، فإذا هذا أيضا سؤال يوضح لك أمر الفورمات بمجموعة الخلايا السل. هذا كل ما يخص مجموعة الخلايا السل، وطبعا هاي ضمن تبويب الصفحة الرئيسية. المهم ننتقل الى مجموعة الخلايا اللي هي، ننتقل من مجموعة الخلايا الى مجموعة التحرير، وحناخذها بالمحاضرة القادمة.